السلام عليكم بنات يا بنات يا بنات يا بنات كلكم حلوات كلكم غزالات انا فرحانه نشارك معكم هذا لا فيديو هذا حيت هذا لا فيديو هذا هو مكافاه ليا من بعد الشهر الكريم شهر رمضان اللي ما تعبت فيه ما شقيت فيه ما بقيت فيه وقفه في الكوزينه بالساعات دوزت في احسن الظروف ولله الحمد الاكل الصحي اللي غادي نفع به الدات ديالي لان شهر رمضان هو شهر كنديرو فيه الميزاجوغ الاجساد ديالنا والارواح ديالنا حتى هي كناكلو كميه قليله باش كنقيو ذاتنا من السموم وكذلك كنصليو فيه بزياده ونذكرو فيه الله بزياده ونقربو من التعبد الى الله اكثر واكثر قراءه القران يعني هو افضل الاشهر ماشي في الاكل وانما في العباده والتعبد ناكلو قليل ونتصدقوا فيه الى غير ذلك المهم انا هذا رمضان هذا دوزتو زوين الله يجعله في ميزان حسناتي والله يجعل رمضان ديالكم حتى في ميزان حسناتكم وفي اخر رمضان في العيد قلت نكافئ راسي وشريت هاد لي اللي كتشوفوا فيهم الاولى آه هذي هذه كان ندمت علاش اللي ما شريتهاش من شحال هذه حيت شحال هذه وانا كنقول غادي نشري الكريبان وكنقول ما عندها حتى شي لزمه عندي زعما فاش غادي نسخن الخبز وداكشي ما, ما عندهاش شي لازمه دابا نشريها زعما غير ميكون يكون بغي ميكون يكون عندي الفلوس يعني متسع الفلوس ولا شي حاجه والمهم ما خديتهاش ولكن دابا فاش خديتها قسما بالله لا ندمت اللي ما خديتهاش شحال هادي كتخرج لك الخبيز كتسخني فيها مقرمل على مزويناتو لذيذ 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 وكانك عاد خرجتيه من, من الفرن وعاد ديك التكرميله غزاله غزاله انا كنصحكم الكغيط الكريفان راها زوينه بزاف وعاد الكغيبان لما كان تشريوها تكونوا كديروا دوك خبيزات صغيورين كتدخل يعني في ديك اللعيبات ديالها اللي كيدخلوا باش كيسخنوا كي راه مزيونه مزيونه ولا كديروا فيها مليويات تسخنوا فيها اي حاجه المهم انا راه حمقاتني وندمت علاش ما مش شريتهاش من قبل ولكن عاد كتاب الحمد لله والشكر لله وخديت هاد المقلات الهوائيه صراحه هي زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي كيكونوا كي قلال اللي بغيتوا تحمروا فيها شطوير الدجاج اولا تطيبوا فيها راه زوينه بزاف انا هنا طيبت واحد الطويير ديال الدجاج وعاد حمرته فيها دابا بنوري لكم كيفاش كيفاش خرج لي راه زوينه بزاف ودرت فيها الفريت بلا زيت ماشي زوينين يعني الا بغيتو ديرو الفريت ضروري واحد المعلقه ديال الزيت وتخلطوهم مزيان تلبسو يعني ديك الفريت بالزيت عاد باش كيجيكم كي زوينين وما كيكونوا ناقصين من الزيت بطبيعه الحال ولكن الا درتوهم بلا زيت راه ما راه تغاني انت انا وراجلي كنقولو نديرو معايا القا ديال الزيت كيقول لا بغيت ناكلها صحية راه كطيب بلا زيت كنقولو هي راه بلا زيت ولكن راه ما غاديش يجي ولدات راجلي مغنان 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 المهم ما بغيش نزيد نتغاني معاه اكثر قلت خليه يذوق وياكل ويجرب الراس عاد ديك الساعات المهم فاش وجدوا داك الفريت داق وحده وبغى يرميهم لا في لابوبيل قلت له لا ما ترميهمش خليه راه حتى درتهم في الثلاجه ونهار اخر درت له بهم سميتو الطرطيه كاع <applause> معقبيهم بأنه بانهم هما نيت اللي اللي في الهوائيه <applause> قلت له صافي خليت نرميهم الراسي انا راه لا للضياع لا للضياع لا للضياع ما كنرمي حتى حاجه كل شيء اللي طيبته كان أكله الا قليل 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 لا شي حاجه شمت فيها و... ونسيتها في الثلاجه ولا شي حاجه المهم هنا كنوريكم هذه المقلاه تاع الهوائيه راه كطيب غير من فوق ما كطيبش من تحت لهذا الا درتوا فيها شي حاجه ضروري خصكم تقلبوها المهم تا هي زوينه اقتصاديه بالنسبه للضو الا كنتو عتخدموا الفراغ شي حاجه قليله من الاحسن ديروها هنا في هذا المقلات ما كتضيعش الضو حتى هي زوينه خاصها تكون في اي في اي دار هنا كنوريكم اللون ديالها راه جاني تماما مع اللون ديال البلاكارات ديال الكوزينه نفس اللون وهذا اللون هذا كيعجبني بزاف فاخترتها بهذا نفس اللون وكذلك بالنسبه لدوك البولوار وهذه ديال الضو غريبه خديتهم في اللون ديال الثلاجه كيعجبني هكذا الناسق ما بين الالوان باش كتجي المنظر كيجي كي زوين وكيعجب المهم انا حبيت نشارك معكم هاد المشتريات ديالي انا فرحانه بهم بزاف وفرحانه اكثر بديك الكريب وكذلك بالمقلاه الهوائيه حتى هي راه زويونه اذا حبيباتي بقاو تقتصدوا تقتصدوا مزيان والاقتصاد راه ماشي جوع وماشي كشه وماشي كيف ما كيعتبروه شي وحدين وانما هو نظام حياه كتنظمي الحياه ديالك كتنظمي داك المدخول ديالك كتعرفي فين تنزلي فليساتك باش ما عمرك ما توقفي وتحتاجي لشي حد حيت راه ما اللي يعتقك ولا يرحمك في هذه الحياه الا جيبك وصحيحتك تحافظي عليهم باش يحافظوا عليك ويحافظوا لك على الوقار ديالك اذا الحبيبات ديالي حافظوا على الجيوب ديالكم عارفوا فين تحطوا فليساتكم في باش دائما تبقى فليساتكم في جيبكم نهار اللي تبغيو شي حويجات تمشيو فرحانين وتشريوها بلا ما تتلفوا بلا ما تكلفوا بلا ما تزيروا بلا حتى شي حاجه هنا انا كنوريكم غادي ندير واحد الدجاجه نحمرها هنا في هاد المقلاة الهوائية درت فيها زويت الدجاجة راه عندي طايبة طيبتها في طيب في الكوكوط بمريقه دابا ان شاء الله غادي نحمرها هنا فعاود ما نديرها في الفران غنديرها هنا في هذه المقلات الهوائيه فاكيد يعني هنا غادي نكون كنقتصد على الضو ديالي يعني. فاللي بغيت نقول لكم حبيباتي اول ما تشدو المصروف ديالكم شدوا معاه الورقه والستيلو وفرقوا ولا الاضرفه وقولوا هذه ال... هذه فلوس اللحم هذه فلوس الدجاج هذه فلوس الحوت هذه فلوس مثلا الخضره هذه التضخير هذه هذه لشي خريجه هذه لشي هدف انا بغيت نوصلو ون... نوصل ليه نجمع له فليسات ونوصل الله مثلا المهم ما هكذا ما نكونوش عشوائيين دائما الورقه والسيرون في الكروق من ما نخرجوا الريال فانا بحسن يعني التدبير ديالي والاقتصاد ديالي و... وكذلك بنت الخزي اللي تبارك الله عليه تهليت فيه مزيان ف محتاجيتش نخرج حتى لشي في شهر رمضان يعني المصروف اللي كنصرف خلال الشهر ديال مثلا ديال رمضان ما صرفتش منه كنت الا احتاجيت شي حاجه بحال الحليب مثلا شي حاجه قليله كناخذ فلوسها من من ديك الفلوس اللي انا وفرت ديجا من الشهور الاخرين دابا نشاركها معكم ان شاء الله يعني فروش رمضان ما خرجت بيضه الحمد لله وداكشي علاش قلت نكافئ راسي بهذا بهاد لي زيكترو وصراحه زوي ومنين عجبوني تبارك الله شوفوا الدجاج كيفاش هنا محمر وهنا الدجاج راني حيدت ليه الصدر باش الصدر ممكن نستغلو في حاجه اخرى وطيبته غير هكذا بلا صدر هكذا نعاودو نقتصدو صدر ان شاء الله ديك الساعات نديرو قطيبات ولا ندير به بيتزا إلى غير ذلك وهنا غادي نشارك معكم هذا الفرماج هذا الفرماج اللي انا كنحماق عليه كيعجبني بزاف اين فوا كنلقى فيه بروموسيون كناخذو هذا راه كيدير حتى ريال حتى ل 300غ هكذا اللي سميتو الباكيه هكذا يعني المهم هي راه فيها شي يمكن كيلو 200 ولا كيلو 300 اخر مره خديته خديته ب 4000 20 اورو ودابا لقيتو ب 15 اورو يعني 3000 ريال كيحمقني آه هنا انا غادي نقسمو ان شاء الله ونديرو في الكونجيلاتور ونخلي غير طريف ما كل مره نبقى نجبد بالطريف راه لذيذ لذيذ بزاف هو راه بلينوا كيف ما كتشوفوا بالكركاع كيجي بحال شي طاغطه كيجي رائع زوين المذاق ديالو حمقني من اول ما, ما دقتو انا صافي حق فيها ما ما من تما بقيت كناخذو مي كنلقى بالحق فيه كيما قلت لكم بروموسيون سينو راه غالي بزاف 6000 ريال ما ناخذوش ولكن مادام كيكون فيه البروموسيون متاع راسي علاش لا كيف ما كتشوفوا ها نتوما نوري لكم من داخل كيفاش داير بحال شي كلاص ولا ان روعه روعه والمذاق ديالو عاد ما نقول لكم شي غزال كيحمق اذا حبيباتي خدموا على السطوك ديالكم ستوك يعني بيت الخزين خدموا عليه مزيان حيت هو اللي غادي يريحكم هو شي شهر مثلا جاكم في شي حاجه اللي غتخرجوا فيها الفلوس وكنتمنى يجيكم يعني تخرجوها غير في الخير ان شاء الله داك السطوك وداك بيت الخزين هو اللي غادي ينفعكم ما غنفعكم حتى شي حاجه اخرى ما غتضطروا لا تسلفوا لا والو لان بيت الخزين تبارك الله غادي يكون عامر وغادي نقضيو به يعني غادي ما غاديش نضطروا نفكروا ونخمو كيفاش غادي نديروا نصرفوا فتهلاو بيت الخزين أه ما تنساو ليش الظرف ديال اللي كتجازيو به راسكم الظرف اللي كديروا به الكادو راسكم اللي كتفرحوا به راسكم نتوما العام كامل نتوما كتخدموا في الكوزينه واقفين وكتتفكروا كيفاش ديروا لذاك المصروف كيفاش يعني تخليو حتى شي ظرف ما مخصوص يعني كتضربوا عليه تماره وكتخدمو كتجتهدوا تكافئوا ليا راسكم بواحد الظرف اللي غادي تخليوه لراسكم تشريو به هديه يا سلام على الديب فاش كتشريو شي حويجه راكم كتفرحوا وعد تبدا اللي ولكن مع ذلك نتحداو وان شاء الله ونشريو حتى حنا وغادي نشارك معكم ان شاء الله باذن الله في الصيف ان شاء الله الذهب اللي غادي نشري باذن الله آه العمل اللي فات هو خديت فيه دهيب ما شاركتوش معكم ولكن غادي نشاركو معكم ان شاء الله حتى هو الا بغيتو المهم ملي كتديروا الذهب في يديراتكم راكم كتجيكم تحسوا بواحد الطاقه الايجابيه وكتفرحوا وكتنشطوا اذا تهلاو ليا فراسكم وكونوا مدبرات كونوا حكيمات آه ما تضيعوش رزقكم هباء منثورا وما تشريوش يعني اي حاجه غير من, من غير يعني من اجل الشراء فقط لا تشريو الحاجه اللي غادي تستافدوا منها واللي ما غاديش تضيع الميزانيه ديالكم آه لان الا احتاجتي شي نهار ومشيتي دقتي شي باب اكيد غادي تسد في وجهك وحتى لا نفرض سلفوك ف غادي يبقاو دائما يعني في المجالس يحطوك انت الاولى سلفت فلانه تعطلت عليا ما ردتليش الى غير ذلك انا ما كنحملش شي حاجه سميتها سلف حتى ولو كنت محتاجه يعني ماشي ما كنحملش شي حاجه سميتها سلف انني ما كنحتاجش لا ولكن انا ما كنخليش راسي نحتاج يعني كنحاول ما امكن نكون حكيمه مع المصروف ديالي نكون متوازنه غدا يعني متراضيه مع داك المصروف ما كان ما كان خسروش كامل ما كان حرمش راسي ما كان نقول سلفيني ولا سلفني الله يرحم الوالدين وهكذا خصكم تانتو ما تديرو حيت اين فوا غتمشي تقول لشي كي ما نقدرش انا نقول سلفني ما نقدرش سلفني كتجيني يعني قلت القيمه قلت القيمه هذا الشيء اللي كنقول لكم والله يكون مع كل واحد الله لا يجعل شي حد يوقف على شي حد ولكن حتى نتوما خصكم تكونوا يعني حكيمات مدبرات تعرفوا تصرفوا مع المصيرف ديالكم واكيد غادي تعيشوا مرتاحين والى هنا تسأل لا فيديو ديالي كنتمنى نكون يعني فدتكم ونصحتكم وديروا بالنصائح ديالي ونقول الى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله فدمتم في رعايه الله وحفظه